وقال محافظ صلاح الدين خلال كلمة في الاجتماع أن المشاركة بالانتخابات المقبلة مهمة جدا، كونها السبيل الوحيد لتصحيح المسار الذي نعانيه منذ عام 2003 وحتى اليوم، مؤكدا أنها مهمة وحساسة بالنسبة للمحافظة أكثر من أي محافظة أخرى. موضوع الانتخابات يوم 10/10 موضوع حساس وفيه تحديات كبيرة، وخصوصا في محافظة صلاح الدين تحديات كبيرة جدا. العراق عانى كثيرا خلال الفترة السابقة جراء انه كان اكو خلل في الانتخابات هي اللي تحدد مسيرة الدولة، لان على اساس الانتخابات تبنى مجلس النواب المشرع وتبنى على اساس الحكومة اللي هي منفذة. فبما انه من 2003 لليوم اكو خلل، معناتها انه اكو خلل بقضية الانتخاب واكو خلل في التعاطي مع هذه المواضيع. لذلك احنا مطالبين كلنا كجهات أمنية وكجهات حكومية بأنه نحاول قدر الإمكان أن نجعل من الانتخابات شفافة ونزيهة، ونمنع تدخل أي جهة في موضوع الانتخابات، ونمنع كل الخروقات، لأنه الانتخابات حساسة وقد تكون حساسة في صلاح الدين أكثر من أي مجال أو مكان آخر.